lutarmos para podermos vencer a partida, é o mais importante para nós. كما قلنا في الكلمة الأولى، نحن نواجه منافسة مختلفة تماما عن المنافسة التي اعتدنا عليها. بعض اللاعبين يخوضون مباراة بهذا الحجم للمرة الأولى في مسيرتهم على الإطلاق، لكن نحن متمسكون بأفكارنا، نعمل على تطبيقها، نحترم الخصم، هدفنا ترك بصمة تعبر عن التطور الذي لحق بالكرة في بلادنا. نحن مدركون أننا فريق صغير غير مرشح في هذه المباراة، لكن هذه في حد ذاتها أفضلية لنا. سنحترم الزمالك بنسبة 100%، وسنثبت كذلك جدارتنا بأن نكون أهلا للاحترام. هدفنا هو استغلال الفرصة وإثبات جدارتنا باللعب في هذا المستوى، وإذا كانت النتيجة مواتية أو في صالحنا فهذا بالتأكيد سيكون أمرا جيدا. الاستقبال كان جيدا بدون مشاكل على الإطلاق. نحن بشر في النهاية، البشر قادرون على التأقلم، وجئنا إلى المباراة قبل 3 أيام. صحيح المناخ يؤثر، يعني نحن هنا من 3 أيام تأقلمنا مع المناخ المختلف، ولكن الطقس ليس شديد البرودة، يعني يمكن احتماله. اختبار الأرضية طبعا كان مهما، ولكن على كل حال سنختبر الأرضية على الأقل في الإحماء قبل المباراة غدا، ويعني نتمنى أن نتكيف على هذه الأجواء الجديدة. هي واضح طبعا من تصريحات المدير الفني لفريق بلاك بولز انه بيحترم نادي الزمالك، وعارف ان هو حامل اللقب، وهو بالنسبه له بيحاول يعني يقدم حظوظ بشكل او باخر، او يقاتل على حظوظه، وبيلعب فريق كبير وممكن عنده غيابات طبعا فريق الزمالك، وشاف ماتش المصري والزمالك وشاف ان في مستوى قوي من المنافسه عامه في الدوري المصري، لكن وكمان اعترف ان فريق بلاك بولز يمكن فريق مش ليه تاريخ كبير، لكن هو هيشتغل على حظوظه. والحقيقه ده كلام برضو يحترم، وخلي بالكوا اللعب حاجه والكلام حاجه، انت بتتكلم في المؤتمر الصحفي لكن في الاخر انت عندك طموح وبتحفز لعيبتك، كل هيشتغل جوه المباراه في الاخر هي 90 دقيقه، في الاخر هي 11 قدام 11، بس هتشتغلها ازاي؟ هتقسم المباراه ازاي؟ هتبدا ازاي؟ رغبه مين اكتر؟ اراده مين اكتر؟ مين يقدر يستغل الفرص اللي تجيله؟ مين هيبدا المباراه بشكل جيد وياخد المبادره؟ دي كلها حاجات مهمه. طبعا الطبيعي والمنطقي والمعطيات بالورقه والقلم بتقول ان شخصيه نادي الزمالك هي اللي تعمل كل الكلام ده، فان شاء الله نبقى في نفس الاتجاه، ما يبقاش فيه مفاجات. احنا لما بنبقى فعل تبقى الامور مختلفه تماما، افضل ما بتبقى رد فعل، مش شخصيه نادي الزمالك ولا نوعيه اللعيبه اللي موجوده في الزمالك في الوقت الحالي مهاريا وفنيا وخبرات كبيره انها تكون رد فعل، هي الفعل. لان تقسيم المباراه لما بيكون في اتجاه مش بتاعك ممكن يخليك مستعجل ويدخلك في العصبيه قدام الجون، وبنشوف الحاجات دي. فاحنا مهم كمان دلوقتي الانسجام موجود، انت عندك لعيبه حافظه بعضها اكتر، المدير الفني عارف كل اللعيبه الموجوده، حتى لو عندك غيابات مفيش مشكله، في لعيبه جايه ان شاء الله تنضم عندها دوافع جديده وحوافز جديده نقدر نشتغل معاها بشكل مختلف. و بلاك بولز حتى وهي مباراة في بطولة مختلفة، عشان برضو الواحد يكون أمين مع حضراتكم، لأن الفروقات مش كبيرة، لا أنا عيني برضو على الدوري، فأنا بالنسبة لي بروفا تاني إن أنا أكد إن أنا موجود عشان تديني دفعة معنوية تاني، إن مكسب يجيب مكسب بأمر الله، فمكسب ده يدخلني مباراة غزل المحلة وأنا معنويات يعني مرتفعة ومختلفة تاني، وإن أنا مش بعيد، فدي نقطة في غاية الأهمية. مباراة حتى ويبدو إن الخصم مثلا ما عندوش تاريخ كبير، لكن أنا في اعتقادي مباراة مهمة أهميتها ممتدة، مش بس الـ3 نقاط، 3 نقاط مهمين، ضربه بدايه في الكونفدراليه، لكن ممتده معايا لحاجات كتير جدا بعد ماتش المصري اللي فات والهزيمه، داخل تاني على الدوري، داخل تاني هلاعب المصري تاني بعد شويه في افريقيا في اقل من 20 يوم، فكل ده الكلام ده مهم جدا 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 جدا. ان شاء الله يعني نكون موفقين من بكره، واللعيبه اللي هي في حالتها بامر الله، وناخد الامور المبادره من بدري.